لا أحد يا دكتور فيصل يركل قطا ميتا. هذه إلى حد ما وبكل أسف يعني قطط ميتة، من سيركل هذا القط الميت؟ من سيعبأ بهذا القط الميت؟ هؤلاء لا للسيف ولا للضيف ولا لغدرات الزمان، يعني لا يمكن الاعتماد عليهم. يخذلون بعضهم، يقاتلون بعضهم، يحاربون بعضهم. أمس رأيت أن عقدت قمة عربية يعني، وليست قمة مع تغيب عنها 8 من الزعماء، مقاطعة رسمية. إذا سألتني يعني عن مساهمات العرب، يعني يقولون أن العرب ساهموا إلى حد ما في الحضارة واشتغلوا وأبدعوا. هم أبدعوا وساهموا فقط في اختراع الصفر، والحمد لله ظلوا في مرحلة الصفر، ولم يتحرروا من مرحلة الصفر، ولم ينتقلوا إلى أي مرحلة، وظلوا تحت الصفر في الحقيقة، ولم يقدموا للحضارة البشرية على الإطلاق أي مساهمات تذكر. يعني أقول لك يعني بكل، وأنا مسرور وأفتخر بذلك، بأنهم مثلا صنعوا كما قلت أنت أكبر صحن هذا مكبوس، أو أكبر صحن حمص، أكبر صحن تبولة، وادعوا وصار سجال بينهم وبين إسرائيل حول أحقية وتابعية صناعة الحمص. هذه هي اهتماماتهم، يعني المشبك بالعوامة بالمكدوس بالبابا غنوج، هذا ما يفلحون به. طيب. يعني بغزل البنات بالشنجليش. طيب. بالكبيبات بسلق، ما بعرف إذا بتعرف. طيب. الكبيبات بسلق. وصلت الفكرة. مسألة الأخرى، كلامه عن القطط وكلامه عن أن العرب متخلفون وأنهم كذا، هذا كلام سوقي، وليسمح لي العبارة، كلام سوقي، كلام لا يشير إلى دقة معرفية، لا يعبر عن عقل متوازن. أولا تحدث عن الصفر، وهذه كلمة اسطوانة مشروخة يعيدها الكثيرون. العرب تجاوزوا الصفر، والصفر أيضا له دوره في المغالطمات. يا ولد السالم، لا تتعرض بشكل شخصي يعني. طيب تفضل في موضوع الحلقة بس بدون مقاطعة، بدون مقاطعة تفضل. مساهمة العرب، أتمنى تحترم نفسك يعني. نحن التوازن، التوازن العقلي، بنعرف مين المتوازن. بس بدون مقاطعة، بس بدون مقاطعة سيد بن عيسى، تفضل. من طريقة كلامك تفضل تبين من هو المتوازن عقليا ومن هو غير متوازن عقليا. أنت جالس في أنقرة ولا تتكلم من سوريا، ولو كنت لك الشجاعة أن تتكلم سوريا بسب العرب لفعلت، ولكنك تتكلم من أنقرة، لا تستطيع تتكلم بين بني جلدتك عن العرب. مش هذا موضوعنا، هذا أفعل لك إذا كنت مقيم خارج سوريا. لا، لكن الله أعلم. لا.